بمسجد الشهداء في الرباط. صلى المصلون على جثمان الراحل عبد الكبير العلوي المدغري صلاة الجنازة. في موكب جنائزي مهيب نقل جثمان المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف إلى مثواه الأخير. مراسم تشييع جنازة وزير الأوقاف السابق جرت بحضور العديد من الشخصيات من عالم السياسة والدبلوماسية إلى جانب أفراد أسرة الفقيد وأصدقائه. اليوم نودع مولاي عبد الكبير العلوي المدغري المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف. هو شخصية وطنية من طراز خاص، خدم بلاده بإخلاص وكان مخلصا لوطنه ولملكه وطبعا للمهام التي أداها بحنكة متفردة، فكان طبعا على واجهة وزارة الأوقاف لمدة 19 عام، وكان أيضا على واجهة وكالة بيت مال القدس الشريف لمدة 9 سنوات. رجل وزير كبير طبع الحياة السياسية من خلال وزارة الأوقاف التي تولاها لمدة طويلة جدا، 18 سنة فيما أذكر، يعني كان فيها عنصر توازن واعتدال والقدرة على يعني توفيق بين يعني الحفاظ على الهوية الذي هو دوره الأساسي، وكذلك يعني معاصرة المرحلة التي كانت صعبة. فكان الأستاذ المثالي وكان القدوة وكان مربي الأجيال، فاستفدنا منه العلم الشرعي والدنيوي. وكان عبد الكبير العلوي المدغري ازداد في مدينة مكناس في 46 من القرن الماضي، خلف الراحل وراءه العديد من المؤلفات والأبحاث.